قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن إن جامعة بني سويف الأهلية ستبدأ هذا العام ب15 برنامج في 11 كلية، وأضاف أن الجامعة الحكومية بمصاريف لا تهدف إلى الربح وتشمل القطاع الطبي والعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والقطاعات العلمية. وأكد رئيس الجامعة أن جامعة بني سويف تتميز بوجود كافة الجامعات على أراضيها، ومنها الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية التي سيتم افتتاحها هذا العام. احنا بنهني أبنائنا من طلاب الثانوية العامة وبنبلغهم ان احنا ان شاء الله هدية فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح أو بداية تشغيل 11 جامعة أهلية على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى 4 جامعات أهلية اشتغلت من سنتين. يبقى كده عندنا يعني 5 أنواع من التعليم في مصر، اللي هو التعليم الحكومي والتعليم الخاص والتعليم الأهلي والتعليم الجامعات التكنولوجية والجامعات الدولية. بني سويف محظوظة جدا المحافظة إن فيها جامعة حكومية وجامعة تكنولوجية وجامعات خاصة وجامعة أهلية إن شاء الله سوف تفتتح بداية هذا العام.